في الاعمال اللي شفتها النهارده من سوق الاحتكار الخاصه رايكي؟ اولا هم مبدعين ولازم واجب علينا ان احنا نقعد جنبهم ونشجعهم، وانا بشكر امهاتهم طبعا اللي راعوا المواهب دي ونموها، لانهم لازم يبقوا اعضاء فاعلين في المجتمع يعني، ويقوموا بدور زيهم زي اي حد موجود. شفت حضرتك نبذه عن الموهبه بتاعتهم؟ موهبه يعني بتكلم عن احساس، هم حساسين جدا فبيعبروا عن ما بيدخلهم. وانا عايزه اقول حاجه، يعني ساعات انا الاعاقه دي بتكون دافع انها تطلع مشاعر وانفعالات ما يقدرش ياخد باله منها الانسان الطبيعي، فدول ربنا بيديهم قدرات مش موجوده عند الانسان العادي، والقدرات دي بتطلع في النتاج الفني بتاعهم، فعشان كده لازم نشجعهم عشان يطلعوا اللي جواهم ويعبروا عن مشاعرهم. شايفه ان الدوله مقصره تجاه هؤلاء الاشخاص او هؤلاء الموهوبين لتدعمهم؟ شايفه الموضوع ده ازاي؟ هم بيشتكوا، مش عايزين ندعم حد بالتفصيل، بس ده واجب المجتمع، مش الدوله تحكم، ده واجب المجتمع كله انه يبقى لهم مكان ويبقى لهم دور زيهم زي اي حد موجود. بس ده مهرجان بيقام بشكل سنوي بعنوان بكره احلى، ده موجود بتقييم بيقوم صندوق التنميه الثقافيه وزارة الثقافة بالتعاون مع مراكز الإبداع الموجودة في صندوق التنمية الثقافية. مراكز الإبداع دي أساسا دورها يعني يعتبر نشر الوعي الثقافي ما بين الطبقة يعني المتوسطة في المجتمع، لأنها بتقدم خدمة مجانية للطبقة دي. أنا الدكتورة سماح بشتغل في مركز تبع الحرب الثقافي، وده مركز من مراكز الإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية. وفي المركز طبعا مشارك هنا في المهرجان بمجموعه من اللوحات، اعمال الولاد لهم ذوي الاحتياجات الخاصه اللي بيجوا من رواد المركز يعني عندنا. محمود عبد الغفار، مركز طلعت حرب الثقافي. محمد سامح، مدرسه بيم بيم. أحمد محمد نجيب، أحمد ناجي،